متأكدين كورونا ولا لا. خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي والمتواجد في هذه اللحظات داخل مقر النادي الأهلي أو مقر إقامة النادي الأهلي بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة. نطمن من خلاله على كل الكواليس وإيه اللي بيحصل دلوقتي في معسكر النادي الأهلي. يا فاروق مساء الخير. كل التحية ليك يا أمير وكل التحية لكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان ومن داخل مقر إقامة فريق النادي الأهلي وكواليس وآخر استعدادات فريق النادي الأهلي للقمة 124 لقاء اللي هيجمع ما بين الأهلي والزمالك في الجولة العشرين والمباراة المؤجلة من الجولة العشرين للدوري المصري الممتاز. طبعا زي ما أنت قلت يا أمير تقام على استاد الأهلي والسلام في تمام الساعة 8:00 إن شاء الله يوم يكون موفق للاعب النادي الأهلي النهاردة بإذن الله يا أمير. يا رب بإذن الله. وأنت لابس أحمر أهو كلنا إن شاء الله متفائلين بإذن الله الأهلي يكسب النهاردة ويفرحنا كالعادة. لكن يا فاروق طمنا وطمن كل جماهير الأهلي على آخر استعدادات الفريق وعلى الحالة المعنوية عند اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن سامي قمصان. يعني خليني في البدايه امير انوه الامر جدا، يعني واحده من المباريات الصعبه جدا، مباراه مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي، وده كان محور كلام الكابتن سامي قمصان مع اللاعبين، عدم النظر تماما لاي اخبار تقال عن غيابات نادي الزمالك او تاثره بعدد الغيابات. اه يعني مجموعه من اللاعبين هتغيب عن هذا اللقاء كابتن سامي قمصان. وحاجه ثانيه امير من الامور، يعني انت عارف امير يعني على مدار فترتنا مع النادي الاهلي واحده من المباريات اللي فيه يعني فرض نوع من السريه التامه على الاستعدادات الفريق. الكابتن سامي قمصان الكابتن سند عبد الحفيظ موفرين سريه تامه للاعبين، حاله من الهدوء. انت عارف يا امير المرحله دايما اللي بعد رحيل جهاز فني ووجود مدير فني دي مرحله صعبه جدا، لكن تقدر تقول ان الامر ما خدش وقت كتير جدا للشخصيات اللي موجوده، وجود الكابتن سامي قمصان، الكابتن سند عبد الحفيظ، ايضا مع انضمام الكابتن محمد شرف، وتمتعهم بكم كبير جدا من الخبرات او التعامل النفسي مع اللاعبين سهل هذا الامر طبعا يا امير، خاصه ان انت يعني بعد رحيل مدير فني انت لعبت مع فريق الشرقيه للدخان ثم مباراه قمه، طبعا ظروف واجواء صعبه، لكن اطمنك على الاجواء اللي احنا لامسينها من اللاعبين. عايز اقول لك كده امير يعني زي ما كده اللعيبه نفسها متعاطفه جدا 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 مع الكابتن سامي قمصان، اللعيبه نفسها عايزه تعمل حاجه للنادي الاهلي، عايزه النهارده انها تركز في المباراه تحقق انتصار على النادي الزمالك. عارفين طبعا اهميه هذه المباراه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، دور كباتن النادي الاهلي، وانا عايز اتكلم على هذا الامر يا امير، كابتن وليد سليمان، كابتن محمد الشناوي، اللعيبه اللي موجوده، رامي ربيعه، يعني دورهم كبير جدا في توفير. عايز اقول لك دورك كلاعب لكن كمان انت بتحاول تساعد المدير الفني، بتحاول ان انت يعني وده امر مهم جدا يا امير، انت عارف ان النادي الاهلي دايما بيتميز بهذا الامر، دور الكباتن ودور اوضه اللبس مع دور الكابتن سعد عبد الحفيظ في استعدادات الفريق. كابتن سامي قمصان طبعا على مدار اليومين الماضيين طبعا اشتغل تدريبات مهمه جدا، اشتغل على اكثر من شق، اتفرج على طبعا مباراه نادي الزمالك والوقوف على الايجابيات والسلبيات والتحضير النفسي اللي تقدر تقول ان مباراه لعيبه، وفي جزء طبعا للمدير الفني وجزء كبير جدا طبعا. دي الامور اللي شغال عليها كابتن سامي قمصان، التحضير النفسي للاعبين، التجهيز، خلق الدوافع للاعبين، وكمان يا امير انت بتركز على المرحله القادمه، مرحله النهارده ان انا ان شاء الله احقق الفوز على فريق الزمالك في هذه المباراه، عندي ثلاث مباريات مؤجله ان شاء الله يكون فيهم ان شاء الله الفوز حليف النادي الاهلي تتسيد او تتصدر جدول المسابقه. كابتن سامي قمصان شدد على هذا الامر، قال فريق الزمالك معاه مدير فني كويس جدا ممتاز جدا طبعا مستر جوسفالدو فيريرا، واحد من المدربين المميزين وعارف عنده خبره طبعا في التعامل مع مباريات النادي الاهلي. كابتن سامي قمصان يعني في الفندق امير في تفاؤل عند الكابتن سامي، في ثقه هو ونبع من اللي بنشوفه من اللاعبين، الاحاديث الجانبيه اللي ما بين اللاعبين النهارده تقدر تقول كابتن وليد سليمان مع الكابتن محمد الشناوي مع رامي ربيعه جلسه مع اللاعبين يتكلموا مع اللاعبين، الجلسات الثنائيه محمد مجدي قفشه مع محمد شريف، انت عارف يا امير هي الروح اللي احنا دايما بنستمد الثقه والتفاؤل من الروح اللي بنشوفها من اللاعبين في مقر اقامه فريق النادي الاهلي يا امير. اكيد كلها امور مهمه، لكن الاهم برضو يا فاروق عايزين نطمن الجمهور، يعني ماتش النهارده وماتش صعب جدا والكلام والاحاديث كتيره جدا على مدى جاهزيه بعض اللاعبين، بالتحديد انا قبل ما اخدك دلوقتي على الهواء على طول قلت ان الشناوي جاهز بنسبه 100% للمباراه، وعايز برضو تاكد لنا على المعلومه دي، وبرضو الجزئيه اللي بتتعلق بديانج وايمن اشرف.
يعني خليني اقول لك في البدايه يا امير، باكد لك جاهزيه طبعا الكابتن محمد الشناوي واحد من الحراس المميزين في القاره السمراء وفي النادي الاهلي، باكدك جاهزيه محمد الشناوي لهذه المباراه، ما فيش اي ما يعيق الكابتن محمد الشناوي لهذه المباراه، على الرغم طبعا موجود عندنا طبعا حراس مميزين. طبعا شفنا اخيرا مصطفى شوبير لما ظهر واحتاجه النادي الاهلي ظهر باكثر من صوره اكثر من رائعه، لكن خليني برضو احسم لك الامر لغياب ديانج، هيبقى صعب جدا طبعا لحق ديانج بالمباراه في هذه المباراة. وايضا برضو اكد لك على ايمن اشرف، طبعا صعب جدا هيكون صعوبه في لحق ايمن اشرف وديانج بهذه المباراه، ايمن اشرف طبعا بيغيب طبعا لنزله برد، لكن انا باكد لك خلاص هيبقى خارج المباراه سواء ايمن اشرف او اليو ديانج امير. تمام، يعني كده ايمن اشرف واليو ديانج رسمي خارج هذه المباراه. وفي كل الاحوال يعني عندنا ما شاء الله قائمه مميزه من اللاعبين، ايا كان مين اللي هيلعب. طبعا انضمام اللاعبين الدوليين امبارح يعني خاضوا مران اكيد مهم يا فاروق، وعلي اكيد علي معلول جاهز، حمدي فتحي، كل الدوليين جاهزين، وياسر ابراهيم وكل الناس اللي كانت في المنتخبات، وايضا بيرسي تاو. طمنا على حالتهم البدنيه كمان تحديدا. عايز اطمنك يا امير بالفعل على هذا الامر، واقدر برضو من خلالك يعني احاول اقربك اكتر كمان من معسكر نادي الزمالك والتشكيل الاقرب لنادي الزمالك لهذه المباراه. يعني اللي احنا لامسينه اللعيبه الدوليين، علي معلول باكد لك جاهزيه علي معلول، بيرسي تاو، كافه اللاعبين، طاهر محمد، طاهر اللي ظهر بشكل اكثر مره، محمد محمود، حسين الشحات، عبد القادر، لا في امير حاله معنويه كبيره جدا عند اللاعبين، الجاهزيه اللي عند اللاعبين كلها امور طبعا دي تقدر بتساعد الكابتن سامي قمصان في التدريبات، بتساعد في التحضير النفسي للاعبين، باكد لك جاهزيه كافه اللاعبين ودور اللاعبين ايضا. يعني الفتره الاخيره والمرحله الاخيره خلاص اللعيبه خلاص مركزه دلوقتي، عندنا مرحله صعبه جدا ومرحله مهمه جدا، لازم ان شاء الله ان احنا يعني ان شاء الله اللعيبه تكون في كامل تركيزها النهارده ونحقق الفوز على نادي الزمالك. عايز اقربك يا امير ايضا من نادي الزمالك والتشكيل الاقرب لنادي الزمالك لهذه المباراه. طبعا منورات وغيابات طبعا في نادي الزمالك، وغياب اكثر من 7 لاعبين عن هذه المباراه، لكن مستر جوسفالدو فيريرا طبعا في التدريب الاخير تقدر تقول حسم الامور لطريقه 4-2-3-1، هيكون في حراسه المرمى محمد عواد، هيكون قدامه 2 مساكين محمود الونش ومحمد عبد الغني، هيكون محمد عبد الشافي في الشمال ومحمد طارق في الجانب الايمن. يعني هو برضو امير في بعض المناوره اللي بيعملها مستر جوسفالدو فيريرا، يلعب بمحمد طارق او عبد الله جمعه في مركز الظهير الايمن، في نص الملعب هيلعب بامام عاشور ومحمد اشرف رؤى، وقدامهم اللاعب اوباما، على يمينه احمد سيد زيزو، على شماله اشرف بن شري، وفي الهجوم عمر السعيد. ده التشكيل الاقرب امير بنسبه 99% بالنسبه لفريق الزمالك للتدريبات الاخيره لنادي الزمالك. ان شاء الله الاهلي يكون موفق يا فاروق. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي من مقر اقامه الفريق قبل التحرك لاستاد الاهلي والسلام، وخوض هذا اللقاء الهام النهارده باذن الله الساعه 8 مساء. ان شاء الله الاهلي يكون موفق، مباراه صعبه بكل تاكيد، نادي الزمالك فريق كبير ومميز حتى لو في غيابات كتيره، لكن برضه فرقه تقيله، فلازم يكون الاهلي يعني عامل كل حساباته في هذه المباراه من خلال الكابتن سامي قمصان، اللي بنتمنى له يا رب كل التوفيق في هذه المباراه. نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا.